لو البنك بقى عام في السودان ها والدخن بقى عام كونك انت دار، انت قال لك انا عندي بقى حاجه، انت قال ببكليك، انت قال هتكلم ليك مثلا، ما عندي لك حاجه، انا موضوعي ما بتسلح، طبيب بهيمتك، عندك بيت بي وعندك عربيه الركشه بتاع حياتك، الركشه دي بعدين ما بحلك. اسمع الكلام ده كويس، كلام ابو رحب ده دخله حلقه في ميتين ابو هذا، لانه في كميه متابعين الحمار الحمار، هو لو راجل ورجال كان يكون زي عبد العزيز الهند ده، كان يكون قاعد مع في نص الجيش حقه صح؟ كان يكون زي جونجر قاعد في نص، ده ما راجل، ده ابن حرام، ده لافي من 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 فندق لفندق، ها؟ ونحن والحوار الداخلي وحركه جيش تحرير السودان، نحن لازم نعمل حوار داخلي، وانا الحل بتاع رايك شنو في كلام ابو رهف ده؟ اهلهم جاد الشمالين جاد يسلحوا، كل الشمالين يسلحوا، انت وين؟ ماذا انتم فاعلون يا ايها الدارفوريين؟ عشان انا بديك لعبه نظيفه والله، بعدين الجثث دي لو اتكومت شفتها بقت اكعب من ال... من من بتاع مستشفى التميز، ما عندنا لك اي حاجه، والله الواحد بياكل وبيشرب لك كوبايه شاي والله كانه ما حصل حاجه في الدنيا، مع انه نحن وريناك 700,000 مره مليار مره، قلنا لك بلا مني بلا عفن بلا طاير حجر بلا خميس قدم بلا منصور عباب بلا عفن بلا خرا. طيب نمشي قدام. طيب في جنجويت يا جماعه، انا اتوعدت معه انه اجيبه بعد ذاك، عندي فيديوهات، عندي فيديو بتاعت اسمه بتاعت مالو ابا يا اخي بتاعت الطاهر، شوفوا الطاهر برضه قال شنو، والمهم طعم فوقنا نحن، المهم كده انا بربط لك المواضيع، بربط لك المواضيع، انا باقي له 6 دقائق لكن حيشغلني طبعا الجنجويتي ده، انا شوف اتفقت معه على شنو. طيب قلت شنو؟ قلت لك الجنجبيل دي عندك ما في ليش؟ يا تو جنجبيل؟ القاعد تتكلم فيه دي مشكلتك ما في شنو بالضبط كده؟ ما الجنجبيل بيقولوا انت الجنجبيل دي؟ انا قلب الجنجبيل ده زاد. ايوه طيب انا ما داير احرر البلد من الجنجبيل. لا تحرير كيف كيف يا طريق الاخير بكلامك ساخر ولا بافعال؟ لا بافعال، انا داير طبعا احرر البلد ده، انظفها من الجنجويت ومن حميتي القاتل المجرم الغزر. حميتي ده جنجويت ولا ما جنجويت؟ حميتي نعم حميتي والله يجيب جنجويت بيس عن رسمي، انت تقدر تسوي شنو؟ حميتي ده زول قاتل وغزر ومجرم. والله اول حاجه لو قلنا طيب انا المكالمه دي دار بيني وبينه، وانا هجيب لكم الزول ده، وطبعا طلب مني شواهد وقال لي جيب الفيديو، انا هجيب له الفيديو طبعا بتاع فضل الاعتصام، فنخش له عشان ما يقعد يقاطعنا في اللايف، لانه انا عندي الفيديوهات دي الموثقه دي دار اجيبها وافندها، فالمهم لو خش معي خش معي، ما خش معي تحياتنا نشوف شغلنا. طيب طيب ما خش معانا، وقت ما يجينا بعد ذاك شنو؟ نخش هنا. طيب نشوف الطاهر قال شنو؟ الطاهر الحبيب قال شنو؟ اي يا زول اي يا زول، شغله كتمت، تعرفوا كتمت؟ كتمت عديل فوق وتهي. طيب نجيب الطاهر، نجيب الطاهر الحبيب قال شنو؟ ونلخص كلامه. ناس تعمل لنا شير بقدر ما تقدر يا جماعه، شيركم ضعيف. طيب يا هدى الطاهر، طيب دعم سريع للمسلمين، ولا بان حكومه سابقه مسلمين ولا حاضر الان الحاضر مسلمين. طيب خلاني اطرح الطرح ده بوضوح عشان الناس تكون على بينه، شفتوا كيف؟ لان شايف الناس بتهدد، يعني شايف الناس بتهددني بان انا تابع، لا انا ما تابع لاي زول، انا تابع لنفسي بس، وممكن عرفتوني في الميديا دي قبل ناس الطرح لسه ما يسموا بدولة البحر والنهر، وقبل بإنما ناس السودان الجديد اللي عرفتوني في الميديا دي هنا، وخطابنا دائما معتدل، خطاب قومي كان، يعني الخطاب كان قومي جدا جدا ونتكلم في القومية وكده. طيب دي رسالة لأبناء كردفان عشان الناس تعرف، وبالتحديد في مسألة الاتفاقية بتاع جوبا،
ده طبعا انا برجع بكم للاتفاق بتاع الجب. اول حاجه انا اول زول ده عنده السلامنا، واول زول ناديت بان للمواكب للسلامنا، وشكلنا جسم كبير جدا جدا وطلعنا مواكب، والمواكب دي كنت انا المسؤول منها مباشره في الارض. وبعدها بان كنت بتجاوز كل الخطابات بتاعت العنجهيه دي، اللي هي الخطابات امثال الناس عمار وامثال الناس محمد دول وامثال الناس بيش وامثال الناس كامل كاريزما وامثال كل الناس اللي هي بتنادي بقتل العرب وتشريد العرب وبنادوا لمليون جندي، ونحن ما كنا منتبهين للحاجه دي وماشيين ساي ما قاعد نتكلم في الحاجه دي. نهاية الطائر ده وما كنت نهاية قاعد امشي فيه في خط ما بيخدم القوميه. لقيت المساله بان يعني الناس دي متمرحلين، يعني جو مسكوني ناس احمد كسل ده لايف كامل الطار جنجبيدي جنجبيدي، لان بيخش لي في الخاص وحتى على طيب احنا لما قلنا الطاهر جنجبيدي ده قلنا من فراق، ما بنقولنا من فراق، من افعالك من برامجك كده مشي قدام. الليل انا جايك والله تنجلد جلد. طيب انت دخلك شنو بقضايا دارفور عشان تتكلم في دارفور وتتضامن مع ناس دارفور؟ طيب انا ما عندي مشكله، بعد شو قلت الشيء ده ممكن يخصني انا بس. لقيت فضل موسى ماسكينه بنبذوا فيه، لقيت بان عيسى المدريدي ماسكينه بنبذوا فيه، لقيت برلين ماسكينه بنبذوا فيه. طيب طفح الكيل يا اخي، طفح الكيل من الاخر كده يا مان، ما عندي لك حاجه انا من يوم ولا ما عندي لك حاجه. لو لقيتني تكلمت في مواقعك اللي انت قاعد تتواصل فيها دي، تكلمت عن حاكورتك، ام تكلمت عن منطقتك، تعال يا زولك تعال راسي ده نهائي ما حتكلم لك. انا هنا الكلام ده بخص اول حاجه اسمي لكم، بخص اهل الدار حامد. الدار حامد اللي هم زي ما نقول جاوا ناس حامد الجامد، جبت علي؟ الدار حامد والحمر والمسيريه بكافه خشم بيوتهم، بان وبخص بان الشويحات وبخص البديريه ها وبخص بان كل من ان عنده نظاره واماره في كردفان، اهلنا البديريه واهلنا الجمعيه والجوامع الموجودين في كردفان، الكلام ده لهم، واهلنا الكبابيش علي واهلي الجليدات واهلي الشنابلة واهلي بان مبريش والمعالية، الكلام ده بخصهم هم. ده الكلام ده رسالة لهم هم، ما رسالة لأي زول تاني. وفي نفس اللحظة أنا ما بتكلم لك عن انفصال، أنا بتكلم لك عن مملكة المسبعات هنا. شفت كيف؟ من آخر منطقة في دار الريح، هناك احنا بنسميها دار الريح. دار الريح دي هناك دار حامد، هناك الناس اللي بجد جد جد بيسدوها وبيدوها. علي؟ الدار حامد اللي هم موجودين حاليا على مستوى ان مناطقهم هناك، وهن الكبابيش اللي هم زي ما نقول عايشين على ان زي ما نقول على ظهور جمالهم وتعبانين عينهم طالعه. والكلام ده بخص اهلنا المسيريه والحمر، ده الناس اللي في خشم المدفع الان، الناس اللي في خشم المدفع ده المستهدفينهم. طيب المساله كالاتي، جات الاتفاقيه بتاع جوبا خطت 5 مسارات. طيب دقيقه حلو، دارين يسووا دولة برام، لا عندهم علاقة بدارفور ولا عندهم علاقة بدولة النهر والبحر وبتاع والتفاصيل. وقال أنا هاجمت قلت له جنجويت، والناس أنا قلت لك جنجويت على برنامج 1 2 3 دعمت حميدتي، وما عندي ماك شغل إن شاء الله تقطع بيتكم تسوي دولة، ده أنا حاجة ترجع لك أنت. لكن أنا بس داير أرد عليك على 3 نقاط بس، 3 نقاط أو نقطتين بس يا الطاهر، تقول لي الطاهر هنا وإيش دير أرد عليك على نقطتين. أول حاجة يعني إحنا حجمنا برلين ده كليب منه، وبرلين ده ذاته وبرلين ده ذاته اسمه برقاوي أطلع منه. ردينا على مثلا إيسا والدبوق، إيسا والدبوق قال أن إحنا قتلنا الناس وأكلنا زراعتهم وسوينا وسوينا، ما نرد عليهم جنجويتي ولا ما جنجويتي. إيسا مدريدي قال الكلام ده، صاحبك ذاك ردينا عليه واقف مع حميدتي وقال دير يفصل البلد، دليل؟ هاي فضل الدليل يا خذها، أنا قاعد نجيبه لك طوالي، بس نرد على النقطتين دول بس. ردينا على عيسى، هو ده عيسى حقك، ده عيسى يا صاحبي. قلنا إن إحنا ذات القبائل العربية. نعم. زمان بنقول يا إخواننا القبائل الإفريقية، أو في المسمى القديم عشان الناس تعرف كانوا يسموهم ذي العرب وذي الزرقاء. كنا بناكل في إخواننا مزرقاء. الله يديهم الصحة والعافية، والله وأنا من هنا بعتذر لكم للمرة الألف وللمرة المليون. وبعدين زاد يدخلوا لنا محاكمة. رغم عمري ما بقيت جنجويد ولا خشيت مع الميليشيات دي ولا ارتكبت والله جريمه ولا قتلت زول ابدا، لكن ذاتي دخلوني عشان اكون مرتاح ذات اصفي رقبتي، والله اكون مرتاح ذات اصفي رقبتي. تقول والله في عرب من القبائل العربيه ما شاركوا ما بقوا جنجويد ما قتلوا ما صلحوا، من ضمنهم ان شاء الله يا رب اكون انا، يا رب شاهد ربي والله عشان اكون فخر وامشي باعتزاز مع اي اخوي من القبائل الافريقيه. يقول والله الزول ده صافي، والله الزول ده دخل محكمه دخلنا ما لقينا اي حاجه اثبتت عنا.
وبعتذر لكم بيني وقبائلنا ارتكبت فوقكم جرائم أمكور توا بقت تاكل ضربها ديلك شردناهم وابدناهم وسرقنا شغلاتهم واحتلينا أراضيهم وزراعتهم دي بزراعات زي ده بندخل فوقها بقرنا قنمنا جمعنا رجالة حمراء كنا نتكلم طرقز يا ديت طلقة يا ضربت بفرار يا بعكاس يا قتلت دود يا عذبت وجلدت مرة واحدة وبتخوف عديل لأنه مسكين لا حول ولا قوة له إلا من عند الله عز وجل لو تكون فوق زلدك أصحانا من هنا برسل لكم رسالة للقبائل العربية جهات حب مسيرية رزاقات حوازمة حبانية تعايشة بني هلبة سلامات سبعة قبيلة ليل أذكرت إن ديل القبائل تقول نحن قبائل عربية بالتحديد في كردوان في دارفور خلوكم من قبائلنا العرب أتودونا يا سلدبوك يا شايلين الخلا يا مغفلين يا أدوكوا سلاح دي الناس ردينا على عيسى بس ما تتم على الفيديو ردينا نحن على عيسى قال نحن قتلناه وديلك شر الفيديو ده ممكن أدخله المحكمة في اتهاد الأوروبي ده خير دليل على ذلك يا اسمك نحن ما قلنا ساكت نحن ما اتبلينا على زول ساكت قتلنا الناس وشردنا وضبحنا قاتل عشان تعرفوا زول غبي فيديو سكرين شوت والله لو جال خواجي صنع التلفون ده ما يتمسح موضوع تتكلم كيف لكن بابا يا روح امك طيب ده واحد كويس اما زولك الثاني داك اكبر جنجويته من الدايب الاوروبه الوهميه المزيفه انتوا يا اوروبه يا افريقانيه قاعدين تتكلموا سوا وين هي ذاته ده صاحبك الكلام القال كلها قبائل عربي قرب كردفان احنا ككردفانيين يا اخي لو طالبين انفصل ذاته احنا اللي انفصل برانا لاني انفصل برانا نكون دوله مش دوله النهر كونت دولتكم كونت دوله النهر والبحر يا اخي احنا ككردفان نكون كردفان الكبرى او نكون الدوله العربيه الكبرى نسميها الدوله او نسميها دوله جمهوريه القوس جمهوريه القوس الكبرى تضم شنو؟ تضم شمال كردفان جنوب كردفان طلع منا جبال النوبس وغرب كردفان تمام والجنوب دارفور جنوب دارفور تمام وشمال دارفور تمام وشرق دارفور دي كم ولاية خمسة ولايات ستة ولايات شمال دارفور وشرق دارفور وجنوب دارفور لأن جنوب دارفور دي كلها بحق القبائل العربية كلها جنوب دارفور دي كلها ميالة دي وحواليها كلها دارفور كلها جنوب قبائل عربية تجي عندك شرق دارفور الضعير وما عارف المناطق دي كلها قبائل عربية تجي شمال دارفور دي ما فيها عرب وزغاوة بس العرب زغاوة دي ما عندهم أرض يا زلمة زغاوة دي سنة 63 عندهم الجنسية ما عندهم أي أرض تفكروا يشوفوا المحل حواكير المهم يرجعوا يتشاغلوا أي مكان لكن الرجال عادي بيطلبوا تمام يتوكل على الله يا زلمة يتوكل طوال شمال دارفور تابع لنا بس باقي شنو من دارفور؟ دارفور دي باقي منا حاجة وحاجتين باقي منا غرب دارفور ووسط دارفور وسط دارفور اللي هي زادين جي ونهار في جبل مرة دي بتاع دارفور الفور ما عندنا معه مشكلة لأن الفور دي الناس طيبين وناس مسالمين لكن الزغاوة دي هم مسالمينهم تمام؟ ما عندنا هم اللي يغرروا مصيرهم ورا هنا غرب دارفور دي فوقها دار اندوكا مساليد اهم المساليد اهم المساليد طبعا هناك في عرب هناك مارسين فيهم العنصرية وهو الكلام ده العرب هناك دار يقول لك السلوم لنا خليهم يجونا والله حباب ارض واسعة يسرحوا ويمرحوا زي ما هم دارين طبعا لما انفاد هناك زي ده هو جارب الطين كان دق سوره زي ده وقبط فرمنا شوطة بتاعت رجل وبتاعت يد قفل هناك يا صاحبي قفل هناك لأنه في نار منقط صح؟ في جمر عديل مولي وقال لك الفور دي الناس مساكين ساكت والزغاوة خامنهم بالخلا وبتاع والله الناس دي المركبوكم جد حقا تقول لي يا أخ والله الناس دي أنهنا قالوا لنا مساكين وأنهنا تاتوا أنهنا ما دارين يا جماعة مشاكل وأنهنا ناس الله إنت تعرف الله أكثر مننا نحنا ها؟ إنت تعرف الله أكثر مننا نحنا ها؟ مينو جيبوا لي الزول اللي عارف الله أكثر مننا ده جيبوا لي كذلك الله والله العظيم يبلو كبل والله يا هوي 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 والله الشغلة دي بس كلام ابو رعب ده ركزوا فيه تمام ركزوا في كلام ابو رعب ده كويس اه يا ناس القضارف عصوا صحوا الليل يا زلمه صحوا النوم والناس اللي قاعدين بالجزيرة بالذات والناس اللي قاعدين في الفاو بالذات والناس اللي قاعدين في حلفة بالذات الله عندكم قروش بالشوالات والناس اللي قاعدين في الاتحاد الاوروبي والناس اللي قاعدين في كندا والناس اللي قاعدين في والله العظيم انت مش قاعد ترسل قروش ده تشتري حديد وتشتري بيت والله تتركب انت وبيتك
الله يركبوك انت وبيتك انت وحديدتك، الله يحرق لك حديدتك ده، الله تكره يوما امك ولدتك فيه وقطعت البحر الابيض المتوسط وجيت اشتغلت كم سنه كنت لابس جيبنتيات وبالبرد والجليد يا اخوي، هو بيع العفن ده عفن وسخ